السلام عليكم. دلوقتي هنشوف يو اس بيم اللي هو بلان اي اي ده عشان تنظم الملفات بتاعتك. هقول له كرييت بروجكت واشوف الاسم بتاعه مثلا بلازا الديسكريبشن واقول له كرييت. فبلاقي اتعمل لي مشروع اهوت. تقدر تكريت اكتر من مشروع. هنا ده بيقول لي في سات واحد، في بيلدينج واحد، في فلورز لسه هنبدا نضيف. فاقول له افتح لي المشروع دوت. هو بيقول لي دي تنظيمة المشروع، يبقى في مثلا حاجات الفيرست فلور، حاجات للسكن، تكون كل الملفات موجودة فيها. اندرستود. تمام. عايزين نعمل سايت هنسميه مثلا سد واقول له كرييت اهوت. نقدر نرفع فيه الملفات بتاعتنا. ممكن مثلا نيجي هنا في البيلدينج اقول له امبورت بلان او كرييت فلور، اقول له مثلا باك جراوند. اقدر اعمل له كرييت فلور، اقدر اعمل امبورت بلان، سيلكت بلان. ممكن ترفع ملف بي دي اف او ملف صور. وليكن مثلا بيلدينج هقول له اوبن. نقدر نغير الاسم بتاعه. ده البلان ده هيكون فلور بلان ولا سكشن ولا بيلدينج، النوع بتاعه، انا الصفحات اللي انت محتاج ان انت تضيفها عندك. واقول له امبورت فبيبدا يعمل ابلود. فيبدا يظهر معايا بالشكل دوت. تقدر تعدل الاسم زي ما انت عايز، وتقدر تدوس عليه واحد فيهم فيبدا يفتح بالشكل دوت. وتقدر ان انت تفتحه في المودنج تولز. تقدر ان انت تعمل اديت للملف دوت، تقدر تعمله داونلود، تقدر ان انت تلغيه. طيب تعال نشوف المودلنج تول. فبيقول اول حاجه تحاول تعملها ان انت تتاكد ان السكيل مظبوط. تمام. يعني تختار نقطتين انت عارفهم قد ايه بالظبط، وتتاكد ان هو قاس مظبوط من هنا لهنا او من هنا لهنا، بحيث ان انت تتاكد اذا كان محتاج ان انت تغير السكيل او انت السكيل انت موافق عليه. فهو بقى بيقول لي هنا السكنس بتاعت الوول المفروض تبقى قد ايه المينيمم. تمام. هو اوتوماتيك بيعمل ديتكشن على اساس ان هو يكتشف السكيل المفروض يبقى قد ايه. طيب ال 2 دي بعد كده مجرد ان انا هقول 3 دي. المبنى ده انا فعلا كنت شغال فيه 3 دي، ما عملتش 3 دي خالص. هو اوتوماتيك فهم شكل المبنى وبدا يحوله لي ل 3 دي بدون ما ابذل فيه اي جهد خالص بالشكل دوت. فنقدر واحد يتخيل الحاجه 3 دي من غير ما يبذل فيها اي جهد ومن غير ما يضيع فيها وقت خالص. طيب عايز اعمل سبورت للموديل، هتقول له سبورت موديل. هو هيصدروا لك ليه ملف اي اف سي. اي اف سي تقدر تشتغل بيه على اغلب برامج البيم زي الاركيكاد، تكلا، ريفت، الحاجات دي كلها، او تنزل ملف حصري اللي هو سي اس في او ملف اكسل.